بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم مستر منتصر علي، وإن شاء الله بناخد درس جديد Measuring Temperature يعني قياس درجة الحرارة. ناخدنا كلمة Temperature دي في الدرس اللي فات، كان معناها ايه؟ افتكر كده مع بعض. خدنا Heat و Temperature. Temperature قلنا the degree of hotness or coldness of a body، درجة برودة أو سخونة الجسم، يعني فيها درجة، بدي درجة. طيب ليه بنقيس التمبريتشر؟ ليه بنقيس الحرارة؟ أنت بتقيس حرارتك ليه؟ عشان تعرف إذا كنت سليم ولا لأ. طيب هل ممكن أستخدم الحرارة أو التمبريتشر في حاجة تانية؟ ليه استخدامات تانية. طيب نشوف مع بعض كده إيه أو إيه استخداماتها. The importance of measuring temperature، أهمية قياس درجة الحرارة. Number one، to know the weather temperature which affects our life skills، يعني عشان أعرف درجة حرارة الطقس. تلاقي النشرة الجوية يقولك الحرارة النهاردة 40، النهاردة 50، يبقى الناس إيه تخفف. بكرة في مجرى ساعة مثلا الحرارة 20، يبقى الناس تلبس تقيل، وهكذا. يبقى دي مهمة ان انا بعرف ايه الطقس بتاعي، اعرف ظروفي بكرة هلبس ايه. Number two، to know our body temperature to check our health condition، يعني بقيس درجة حرارة جسمي عشان اعرف الحالة الصحية. هو المفروض الحالة الطبيعية بتاعتنا كام؟ لو انت سليم ومفاتش حاجة المفروض 37، ازيد اقل بقى حسب، يبقى ممكن يبقى ايه في بداية مرض او حاجة. و number 3، some processed food industries require or needs a certain temperature، البسكوتات والشيبس والحاجات اللي انت بتاكلها دي، الكيكة اللي ماما بتعملها، فرج على الشيف فلان والشيف علان ويقولك ايه البوتاجاز درجة حرارة معينة عشان ما تبوظش منك، فيبقى لازم اعرف التمبريتشر عشان الأكلة تطلع مظبوط، مش بعد ما أكلف وأرميها. يبقى measuring temperature مهم في حياتي. طيب بنقيس التمبريتشر بإيه؟ بحاجة اسمها ثيرمومتر. ثيرمومتر اللي هو بنقول عليه ثيرمومتر is a way أو is a device to measure temperature، هو الطريقة اللي بقيس بيها temperature. طيب جات لهم منين الفكرة دي؟ ازاي حاجة كده صغيرة بتقيس حرارة؟ ازاي؟ فكرة العمل أو the idea of work change the size or volume of liquid by increasing temperature، يعني ممكن حجم الليكويد يتغير أما الحرارة تتغير، يزيد او يقل لما الحرارة تتغير، مش فاهم. طب نشوف التجربة دي كده تبين لنا ازاي او ايه فكرة عمل الترمومتر. بص دي الادوات اللي احنا محتاجينها، حط شوية كحول في ازازة مية، ونجيب حاجة كده ايه عشان الكحول بيبقى شفاف، هنجيب حاجة ايه ملونة ألوان صناعية كده عشان تبين اللون بتاعه بس. ده كده ليكويد. لو جبنا سترو شفاطة وقفلنا عليها بالغطا والسترو تبقى لمسة أو واصلة في الليكويد، وهنقفل عليها عشان مفيش هوا يخش، مفيش اي حاجة تخش عليها، بس الصال بقى او شوف ايه لما انت عايز بلاز اللي يعجبك. هنحطها في مية هوت ووتر، مية سخنة. بص كده السائل بتاع الكحول الملون ده يحصل له ايه؟ بيطلع rises up by increasing temperature its volume increase، كل ما الحرارة بتزيد الفوليوم بتاعه بيزيد لحد ما تلاقيه طالع من ايه
آخرها. لو المية دي مغلية يبقى الحرارة دي 100، لو المية دي مغلية يبقى الحرارة دي 100، 100، لأن المية بتغلي عند 100. طب لو حطيناها في كونتينر بقى فيه مية ساقعة، هل هتفضل ايه الليكويد ده او الكحول اللي طالع فوق؟ لا هينزل. يبقى ده كونتراكت او شرينك، بينكمش بيقل by decreasing temperature. أبص السائل نزل، يبقى كل ما الحرارة تزيد الحجم يزيد، الحرارة تقل الحجم يقل، الحرارة تقل الحجم يقل، الحرارة تزيد الحجم يزيد. عشان كده بيقولك the liquid expand by heat and shrink or contract in cold، يعني بيتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة، ده ما شفنا في التجربة دي. طيب هل الكحول بس اللي بيعمل كده؟ قالك لا، احنا معظم الترمومترات اللي عندنا بتبقى معمولة من ميركوري او فيها السائل بتاعنا ميركوري. طب عايزين نقيس التمبريتشر. من الفكرة اللي احنا شوفناها بدأوا يعملوا حاجة اسمها ثرمومتر، اللي هو ترمومتر. انا عندي انواع كتير من الثرمومتر، هناخد نوعين بالتفصيل، واحد كده ايه نعرف ايه اسمه بس ايه وشكله ايه. طيب اول واحد عندنا اللي هو سيليزياس ثيرمومتر، سيليزياس ثيرمومتر ده شكله ايه؟ ده زي ما انت شايف كده، بيبقى عندي حاجة تحت كده دي ميركري بالب، ميركري بالب اللي تحت دي ده الانتفاخ اللي فيه ميركري. عندي جلاس تيوب معمول من ازاز، ده ايه مكان الميركري اللي هو الزئبق، وعندي متوصل كده بأنبوبة رفيعة قوي مقفولة من فوق اسمها كابلاري تيوب، كابلاري تيوب أنبوبة شعرية، هو كله إزاز، ودار الحرارة فيه متقسمة من 0 لحد 100، من 0 لحد 100. طب بنستعمله ازاي ده؟ عندك أي ليكويد عايز تقيس درجة حرارته بتحطه في الليكويد وما تشيلوش منه، وهو جوه الليكويد هلاقي الميركوري بيرتفع by increasing temperature its volume increase، حرارته هتزيد لحد ما يوصل للدرجة بتاعته. لو وصل لـ100 يبقى دي بيغلي، يبقى دي مية وبتغلي درجة حرارة المية. طيب في حاجة دي، يبقى ده أول ترمومتر معانا سيليزياس ثيرمومتر. سيليزا الثرمومتر كومبوزد اوف سيك ترانسبيرنت جلاس تيوب، أنبوبة تخينة من الإزاز، وعندي كابلاري تيوب أنبوبة شعرية أنبوبة رفيعة كلوزد فروم وان اوف ايتش اند، مقفول من ناحية واحدة. أنهي ناحية، اللي فوق ولا اللي تحت؟ الناحية اللي فوق، لأن اللي تحت في ميركوري بالب، فلازم السائل اللي تحت ده يمشي في الأنبوبة، يبقى في تحت في فتحة متوصلة ببعض، لكن من فوق من هنا مقفولة. ليه مقفولة؟ عشان ما يكبش الميركوري، هي مقفولة من ناحية واحدة. ميركوري سيرفر أو ميركوري بالب اللي هو الانتفاخ اللي بقى فيه ميركوري، هو ممكن يبقى ميركوري وفيه ترمومترات شكله كده بالظبط، ويبقى السائل اللي جوه بيبقى الكحول، بس احنا اللي عندنا اللي هو ميركوري. its graduation التجديد بتاعه starts from 0 celsius and ends with 100 celsius or 200 celsius، يعني بدايته 0 لكن نهايته في 100 وفي 200، and every degree is divided into 10 parts، وكل درجة ما بين ال 0 وال 1 مثلا كل درجة متقسمة 10 شرط، زي المسطرة بتاعتك كده، مسطرة 20 سنتي أو 30 سنتي بين كل واحد والتاني في 10 شرط صغيرين، دي زيها كده كل درجة متقسمة 10 بارتس. يبقى البارت الواحد بيساوي قد ايه؟ هل بيساوي 1 ديجري؟ لا، بيساوي 0.1 ديجري، يعني 1/10 من الدرجة. تاني هو من 0 لحد 100، يعني في 0 سيليزيوس 0 ديجري، في 1 ديجري 2
لحد 100. الشرطة الصغيرة بقى دي تعتبر 0.1، يعني أقل من 1، تعتبر 1 من 10. خلي بالك من دي. طب بس أعمله في إيه ده؟ بقيس بيه إيه ده؟ يوزي تو ميجر ذا تمبريتشر أوف ليكويد، يعني بقيس بيه درجة حرارة السوائل، وأنا بستعمله ما بشيلوش من السائل. طب ليه؟ لو أنت شلته من السائل هتلاقي الحرارة نزلت بسرعة، مش هتلحق تقراها، لكن أنت تقراها وهو جوه الليكويد. طب ما عنديش ترمومترات تانية؟ لا عندي، في نوع تاني. ايه النوع التاني؟ كلينيكال اور ميديكال ثيرمومتر. كلينيكال اور ميديكال ثيرمومتر، اللي فات كان سيليزيوس، ده كلينيكال اور ميديكال. ميديكال يعني طبي، كلينيكال جاي من كلينيك العيادة، يعني ده بتاع الدكاترة، ده بتاع العيادة. طب يفرق عن التاني؟ بص كده، كومبوزد اوف ايه او كونسيست اوف ايه، بيتكون من ايه؟ thick transparent glass tube، أنبوبة سميكة من الإزاز، عندي أنبوبة من الإزاز. أنا هقول التركيب وأنت تبقى تقول لي إيه الفرق بينهم. number two capillary tube، أنبوبة شعرية closed from one of its end، مقفولة من ناحية اللي هي الناحية اللي فوق. عندي mercury server أو mercury bulb، عندي انتفاخ mercury، حتة بيبقى فيها mercury. عندي constriction اللي هي بمعنى اختناق، في حتة هنا في البداية كده بتبقى متنية مخنوقة، متنية وأرفع من الأنبوبة الرفيعة دي. which graduation starts from 35 celsius and ends with 42 celsius، تديره من 35 لـ42، و every degree is divided into 10 parts، وكل دائرة والتانية متقسمة 10 شرط. Use to measure the temperature of the human، يسألنا في قياس درجة حرارة الهيومن. طيب كده ايه الفرق بين ده واللي فات؟ ايه الفرق بين الميديكال والسيليزياس؟ لو اتكلمنا عن الستراكشر، التركيب، هل تركيبهم واحد؟ ها، اللي فات كان 3 3 بارتس، لكن ده 4 بارتس، 4 أجزاء. لو بصيت عليهم كده، سيد جلاس تيوب ده وده، كابلري تيوب موجودة الأنبوبة الرفيعة هنا وموجودة هنا، ميركوري بالب الانتفاخ، في انتفاخ هنا وفي انتفاخ هنا، لكن كونستريكشن الاختناق، الحتة الضيقة موجودة في مين؟ في الميديكال بس، مش موجودة في الكلينيكال. طب ده فرق في التركيب. طب فرق في الديجري، الدرجات بتاعته، جاديويشن، هل التدريب بتاع ده زي ده؟ السيليزياس من 0 ل 100، لكن ده من 35 ل 42. طيب اشمعنى؟ ليه؟ give reason، ليه ده من 35 ل 42؟ قالك لأن درجة حرارة البني آدم احنا قلنا كام؟ 37. فلما قاسوا درجة حرارة البني آدم قالك مفيش واحد حرارته قلت عن 35 ولا زادت عن 42، فقالك طب نعمل واحد ترمومتر طويل ليه؟ إذا كان حرارة البني آدم من هنا لهنا من 35 لـ42، أعمل واحد كبير ليه؟ بعزاه على الفاضي؟ لأ، فقالك أنا محتاج ليه الأرقام دي بس، من 35 لـ42. طيب طب اليوز بقى، ده المقارنة اللي بينهم. السيليزياس used to measure temperature of liquid، لكن clinical used to measure temperature of human، بيقيس حرارة الهيومن. طب سؤال بقى، من اللي احنا قلناه ده كده نفكر في الجبريز اللي جاي ده. أولا، هل السيليزياس ثرمومتر ينفع اقيس بيه درجة حرارة البني آدم؟ السيليزياس اللي هو بتاع الليكويد ده، هل ينفع اقيس بيه درجة حرارة البني آدم؟ هو ده من 0 ل 100 أو 200، يعني المدى بتاعه كبير، هل ينفع أحطه
في تحت لسانك كده وقيس درجة الحرارة؟ قالك ما ينفعش. طب ليه يا عم؟ هو مش هيعدي على 37؟ هيعدي اه، لكن هو انا هقيس درجة حرارته وهو ببقك، ولا بطلعه واشوف درجة الحرارة كام؟ المفروض الدكتور هيطلعه ويشوف الحرارة كام. طيب لما يجي يشوف الحرارة، احنا لما حطيناه في ليكويد ونيجي نشيله، ها لقينا الحرارة بتنزل بسرعة. طب ما هو كده برضه، لو حطيته تحت السنة وجيت اشيله هلاقي الحرارة نزلت بسرعة، مش هيقيس حرارتك بقى، هيقيس حرارة الجو. فيبقى ما ينفعش السيليزيا ثرمومتر يوز تو ميجر تمبريتشر اوف هيومن. طب ينفع الميديكال ثرمومتر يوز تو ميجر تمبريتشر اوف ليكويد؟ طب ينفع بتاع الدكاترة ده يقيس بيه درجة حرارة الليكويد؟ قالك برضو ما ينفعش. طب ليه؟ احنا قلنا المية بتغلي عند كام في التجربة اللي شوفناها؟ كانت عند 100. طب الميديكال ثرمومتر في كلمة 100 ده اخره 42. طب لو حطيته في مية لحد 100 هيحصل ايه؟ بوم، هتفرقع. يبقى ولا ينفع ده استخدمه لده، ولا ينفع ده استخدمه لده، بس كل واحد وليه سببه، خلي بالك. وهنشوف الأسئلة دي ديفريزن في ايه في آخر الدرس إن شاء الله. طيب يبقى constriction ده الاختناق فايدته prevent mercury from going back to the bulb quickly، يمنع المركري يرجع للايه للبلب بتاعه بسرعة. اه احنا ليه الميديكال بتاع الدكاترة فيه constriction، ليه ما سابوش زي التاني؟ قالك عشان قولنا مش هيقيس درجة الحرارة وهو في بوق المريض، لازم اطلعه منه. طب وعلى ما اظبط والبس النضارة وابص في النور وبتاع، ده هياخد وقت، ممكن الميركوري يكون راجع بسرعة. فعاملين بقى كونستريكشن ده كده، الحتة المخنوقة الضيقة دي عشان الميركوري ما يرجعش بسرعة. وليه ما يرجعش بسرعة؟ تريد ذا ميجرمنت اللي عشان اقدر اقرا القراية صح، اقراها بسهولة، ما قلتش لا ده هي كانت من شوية كانت كذا، لا عشان ايه تفضل على حالة ما تنزلش بسهولة. طب هما بينزل ازاي؟ ان انت بتقعد تعمله شيك ذا ثرمومتر، ترد الترمومتر لحد ايه ما الميركري يرجع للبلب تاني. خلي بالك من النقط دي بقى، ان سيليزيا الثرمومتر عندي 0 ديجري، ايه الزيرو ديجري؟ اشمعنى نقطة الزيرو دي؟ الزيرو دي عندها حاجة من اتنين، يا اما اقول عليها ذا ميلتنج بوينت اوف ايس، يعني درجة الحرارة اللي عندها التلج يبتدي يسيح، او ذا فريزنج بوينت اوف ووتر، او هي درجة الحرارة اللي يبتدي عندها المية تتجمد. يبقى الزيرو ده حاجة من اتنين، يا ميلتنج بوينت اوف ايس يا فريزنج بوينت اوف ووتر، درجة انصهار التلج او درجة تجمد الماء. طب ال 100، 100 is the boiling point of water، درجة غليان الماء، الماء عندها تبتدي ايه خلاص هتتبخر بقى. طيب انا ليه بنقول 0 سيليزيوس 100 سيليزيوس 35 سيليزيوس؟ جبنا منين كلمة سيليزيوس دي؟ اه قالك لان اللي اخترع الترمومتر ده كان عالم سويدي اسمه اندرياس سيليزيوس، فحطوا اسمه ايه تخليدا ليه، بقت جنب كل درجة، كل درجة تقول سيليزيوس، يبقى العالم اندريا سيليزيوس. طيب اشمعنى الميركوري؟ ليه اختاروا الميركوري؟ لو بصيت على الميركوري ده كده لونه سيلفر فضي، والازاز بيبقى شفاف، يبان منه الفضي ولا لا؟ يبان. طب انا احط اي عصير ما هيبان، عصير مانجا هيبان من الازازة ولا لا؟ هيبان. لكن حاطط بقى ميركوري لاسباب تانية مش ده بس، في عندي 5 reasons، 5 اسباب. نمبر 1 قلنا it is a silver liquid can be easily seen from the glass، يعني هو لونه فضي ممكن اشوفه بسهولة من الازاز. نمبر 2 it is a good conductor of heat، يعني جيد توصيل الحرارة، بمعنى ان هو هي expand by heat، يتمدد بالحرارة
and shrink or contract by cold وينكمش أو يتش بالبرودة. هل المانجا تعمل كده؟ هل سوائل تانية ممكن تعمل كده؟ صعب. والأصعب اللي جاية بقى، expand by heat regularly يعني يتمدد بانتظام، يعني كل درجة هيمشي حتة معينة، مش يقدم خطوتين بعد يرجع خطوة، لا هو كل درجة حرارة بيتقدم بانتظام. و mercury doesn't stick يعني ما بيلزقش، doesn't stick to the wall of tube ما بيلزقش في جدار الأنبوبة. يعني انت لو شربت عصير جوافة بعد ما بتشرب تلاقي الكوباية كلها مليانة في على الحروف بتاعتها في بواقي أو بقايا العصير، لكن ميركوري ما بيلزقش زي ما كده في الصورة اللي عندك، بيكوب وما بيلزقش بينزل على طول. فالميركوري كده doesn't stick to the wall of tube. Number 5 mercury is liquid between negative 39 and 357 celsius. يعني اي عصير او اي حاجة تحطها في التلاجة عندك بتتجمد، الميركوري لا، عشان يتجمد محتاج 39 درجة تحت الصفر، negative 39 يعني تحت الصفر. والمية بتغلي عند كام؟ قلنا عند 100، لكن دي عشان يغلي محتاج 357، محتاج رقم عالي. بمعنى كده المدى بتاعه واسع، ممكن يقيس درجة حرارة حاجات كتير، حاجات بتتجمد تحت الصفر أو حاجات درجة حرارة غليانها فوق المية، فالمدى بتاعه واسع. يبقى and this gives a wide range of measuring temperature، بيدي مدى واسع من قياس درجة الحرارة. يبقى هو الوحيد أو أكتر واحد فيه الصفات اللي تخليه ينفع للثيرمومتر، سواء ميديكال أو سيليزيوس، ده أو ده الاتنين فيهم ميركري. طيب how to use the medical thermometer to measure your temperature. لو انت معاك medical thermometer وعايز تقيس بيه درجة حرارتك تستعمله ازاي او الدكتور بيستعمله ازاي؟ ممكن واحد يقول لي خطوات سهلة ومبديش في الامتحان وبتاع، لكن فيها حد نقط كده ممكن يسألك عليها. يعني number one بيقولك sterilize the medical thermometer using ethyl alcohol. يعني ايه؟ يعني الترمومتر ده الراجل مش بيجيبه كده محطوط على الترابيزة، لأ محطوط في إيثايل الكحول يعني كحول إيثيلي، سبيرتو بس سبيرتو نضيف شوية، ده بيبقى في الصيدلية. استلايز يعني تعقيم، يعني بيعقمه. طب ليه بيعقمه؟ عشان هو بيحطه في بقك وبعد كده يشيله يحطه في واحد تاني، فممكن المرض ده يتنقل لواحد تاني فلازم يتعقم. سال الكحول ده هيقتل الميكروبات فيه ما ينقلش امراض. طب هاخده بسال الكحول كده واحطه في بقك على طول؟ قالك لا، dry the thermometer very well using a paper tissue، جيب ورقة منديل وامسحه كويس عشان الكحول يتشال منه. طيب ممكن في الوقت ده يكون الميركوري بدأ يطلع في الأنبوبة ويقيس درجة حرارة الأوضة، فنعمل ايه؟ shake thermometer well until mercury goes back to the bulb، أهز كويس لحد ما الميركوري يرجع للأنبوبة اللي تحت للبلب بتاعه. بعد كده put thermometer under the tongue for a minute، حطه تحت اللسان لمدة دقيقة، مش تحطه في بقك كده وتدوس عليه بسنانك تكسره، تحت اللسان. بعد كده get the thermometer out from the mouth and record the recording on it، طلع من البق وشوف القراية بتاعته كام. هو ده اللي هيساعدني ان في كونستريكشن بيمنع الميركوري يرجع بسرعة. بعد ما خلصت وقريت اعمل له سترلايز تاني، اعمل له تعقيم تاني. في حاجة دي؟ لا. يبقى الخطوات دي. طب شوية ملاحظ كده، ولا the temperature of the natural human is 37 degree celsius، درجة حرارة الانسان العادي 37 قلناها. طب don't press or don't seize on your teeth، طبعا الكلام ده while using medical thermometer، ما تضغطش عليه بسنانك. طب ليه؟
انت فاكره مستيكة ولا ايه؟ لا، لو ضغطت عليه هيتكسر، يبقى ليه ما تضغطش عليه؟ not to break thermometer. طب ما فداه يعني ما يتكسر، ايه المشكلة؟ لا مشكلة كبيرة قوي. not to break thermometer and mercury enters the mouth. ساعتها الميركري مش مشكلة الإزاز اللي هيعورك، ساعتها الميركري هيخش في بقك leading to poisoning، يؤدي للتسمم. because mercury is toxic أو is poisonous، لأن الميركري دي مادة سامة، لو بلعتها كده غصب عنك هيجيلك تسمم، يبقى تخلي بالك وانت بتستعمله. number 3 when you measure temperature of liquid the thermometer must be vertical and the direction of sight must be perpendicular to the thermometer. يعني لما تيجي تحطه في liquid ما تحطوش مائل، حطه vertical رأسي، and the direction of sight واتجاه الرؤية بتاعتك يبقى perpendicular، يبقى عمودي عليه، يعني ما تحطوش فوقيه، ما تبصش عليه وعينك فوق او عينك تحت، لا عينك تبقى قصاد الرقم بالظبط عشان تقيسه صح. طيب دول النوعين اللي احنا خدناهم ميديكال وسليزياس. في انواع تانية، في انواع تانية لو انت خايف على بقك والتسمم وبتاع او عندك اطفال، بيقول لك there is some modern digital thermometer. في بعض اللي الثرمومتر بيبقى حديث ديجيتال، ديجيتال بالارقام، هو هيكتب لك الرقم to show how the temperature in the form of feeder such as used to measure temperature of children. بيبقى هيئة صور أو هيئة أرقام بيقيس بيها درجة حرارة الشلدن، زي الترمومتر كده كاتب لك إن هو 37، بتحطه تحت اللسان وبتدوس على الزرار بيشتغل دقيقة كده ولا حاجة، هو بيزمر من نفسه كده بيقول لك إيه أنا خلصت، قيس الحرارة كام، ويكتب لك بقى 37 38 حسب حرارتك، يبقى ده مفهوش خوف عليك أو على الأطفال بالذات. فيهم حاجة دول؟ طيب شوف بقى الديبري زون بتاعنا. We can't measure temperature by touching. ليه ما ينفعش أقيس درجة الحرارة باللمس؟ يعني مثلا عندك ماما كده تحط ايديها على دماغك تقول الواد ده سخن، ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ هي قالت سخن بس قالت حرارتك كام؟ ما قالتش، ايديها ما فيهاش ارقام. طب ما ممكن ماما كانت ايه بتعمل حاجة في المطبخ وإيديها سخنة، أو بتعمل حاجة في التلاجة وإيديها ساقعة، الحاجات دي مش هتأثر إنها تقيس الحرارة بتاعتك؟ بتأثر، يبقى أنا ما ينفعش أستخدم الإيد في قياس الحرارة. because sense of touching help us to find out if the object is hot or cold. حاسة اللمس هتعرفني الحاجة دي سخنة أو ساقعة. but it can't measure temperature، لكن مش هتقدر تقيس لي درجة الحرارة. يبقى هتقيس الهيت لكن مش هتقيس التمبريتش، هتعرفني سخن او بارد لكن مش هتعرفني كام، يبقى كده ما قيستش التمبريتش. طب نمبر 2 we must sterilize the medical thermometer using ethyl alcohol. ليه بعكم الترمومتر بإيثايل الكحول؟ ليه؟ لسببين. نمبر 1 to kill microbes، يعني بقتل بيه الميكروبات، و 2 prevent transferring diseases between patients، عشان أمنع انتقال الأمراض ما بين المرضى. في حاجة دي؟ طب نمبر 3 we don't use medical thermometer to measure the liquid temperature، قلناها واحنا بنتكلم عن الميديكال وشكله. ليه ما ينفعش الميديكال أقيس بيه حرارة الليكويد؟ قلنا الميديكال من كام لكام؟ من 35 ل 42. طب لو حطيته في حاجة أعلى من كده هيفرق، طب لو حطيته في حاجة ساقعة أقل من 35 هيقيسها لي؟ مش هيقيسها. يبقى because medical thermometer can't measure temperature less than 35 or more than 42، ما بيقدرش يقيس الأقل ولا بيقدر يقيس الأعلى، ولا بيقيس الأقل ولا بيقيس الأعلى، ولا الأقل من 35 ولا الأعلى من 42. Number 4 we don't use celestial thermometer to measure the human temperature. طب ليه ما ينفعش بتاع السليليوس أقيس بيه حرارة البني آدم بالرغم إن هو هيعدي على 37 لأنه من 0 لـ100؟ ها because there is no constriction، مفيش اختناق، مفيش حتة ضيقة، فهو لو طلعه من الماوس بتاعك وأشوف الدرجة هلاقي الدرجة جريت بسرعة ملحقتش أقراها،
يبقى بتقول the real note on a selection so the mercury returns back quickly. المركب هيرجع بسرعة to the mercury bulb and we can't read the temperature correctly. ساعتها مش هكون قست الحرارة صح. فيهم حاجة دول؟ ده كده ايه measuring temperature. راجعوا كويس ولو في أي حاجة معاكم، وإن شاء الله نلقاكم في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.